مجلع وحطينا كل السامبل في سترايز
ثلاث حروف لمدة 12 يوم. بعد ال 12 يوم هيتعرض لنا اللي هي الكولينج بالشكل دي. بعد كده عملنا انوميريشن بالعين الأول، وبعد كده عملنا ايدنتيفيكيشن بالميكروسكوب. طلعنا أربع جينس من الأسترابيلس بسبيشن مختلفة، أسترابيلس بلوغس وأسترابيلس كيرس وأسترابيلس هايبر وأسترابيلس فيرسيكالا وييست وميوبر وبنسيل. عملنا رسم بياني للرسم بتاعتنا. أكتر حاجة كانت عندنا نسبتا يعني كان أعلى رسم الأسترابيلس كان فيه أربع سبيشن. ده حكيمة ده سنة 2016، والمفروض ان هو يعني ان احنا توقعاتنا بسبب كل الكونتميشن بالظبط دوت، اما كان في الكومنتس اللي استخدمها في العمليات السوينج بتاعت الدي نفسه، او في الهيجين بتاعت المكان اللي هو متخزن فيه، او في المناميل اللي استخدمه اصلا ممكن يكون في مشكله منهم بسبب الكونتميشن. وطبعا ظروف التخزين نفسها ممكن تكون سببت في الكونتميشن دوت. اول حاجه ممكن افكر فيها اول كلمة على الدي، ايه اللي خلى اصلا كائنات المعلمين؟ يعني ايه اللي خلى كائن يروح للمعلمين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله في ايه اللي فيه اصلا؟ فاول حاجه بفكر فيها الكومبوننت بتاعته. ايه اللي بيكون الايه؟ بيكون الستارش كاربوهيدرات وبوليسكاريدز. اهم حاجه عندنا الستارش البروتين والحاجات دي احنا بنربطها بالكورس بتاعنا اللي خدناه الترم ده، ان احنا في انزيمز او ميكانيزم بيعملوا الاورجانيزم او اخص هنا المايكرو فانشي مثلا، او دول بيعملوا ايه؟ بيطلعوا انزيمز. الانزيمز دي بتعمل ديجريز او بتعمل كومبوز لكومبوننت معينه جوه الماتيريال اللي انا شغال عليها. ايه هي؟ انا هنا عندي حاجه الستارش، ايه اللي ممكن يعمل لها ديكومبوز او ميليس انزيم؟ ممكن يبقى عندي الاورجانيزم اللي نايم على الدي دوت بيفرز الاماليز ده، فيقدر يعمل لي ايه؟ يعمل لي مشاكل في الدي ده. ممكن يبقى عندي البروتيز بيعمل ديجريز البروتين، عندي لايبيز ممكن يعمل ديجريز للبروتين، يبقى كده الكومبوننت اللي جوه الدي هي اصلا السبب، مش كونتميشن، مش لازم يبقى حاجه غلط من بره، تمام؟ دي ازمه ثانيه بقى، نخش الازمه الثانيه، الازمه الثانيه ان مش في اورجانيزم بس، انا مش باكل فطر بس، هو ممكن ما يعملش حاجه. هي الازمه في التوكسنز بقى اللي بطلعها، يعني متخيلين انا باكل سمك وانا ضميري مرتاح كده، يعني باكل عيش بس العيش الاسمر غير الابيض طبعا، يعني كم السم يعني بيختلف شويه. فدي كده انواع السبيشيز اللي طلعت، ودي الماكس اللي ممكن يطلعوها. طبعا احنا مش يعني مش هنفترض ان عندنا احنا ما عملناش تيست بعد كده لمرحله الاسترابيلس، فاحنا مش هنعرف طلع التوكسين ولا لا، بس احنا بنفترض ان دول حاجات خوف، يعني ده الخطر اللي ممكن يحصل لنا من الكائن اللي ممكن يموت. نيجي بقى للنقطة الأهم اللي حابة أقولها. أنا كان عندي مشكلة إن أنا أقنع نفسي قبل ما أقنع أمي وأهلي والناس صحابي إن في مشكلة في الدقيق أصلاً. إيه المشكلة اللي بتيجي من الدقيق؟ يعني أنا لحد وقت يعني مش لقيت يعني كنت مقتنعة إن أي حاجة بتحط على النار بيروح منها أي حاجة. أي حاجة يعني متخيلين يعني البشاميل لما بحمر دي كده بتستنى قبل ما أحط اللبن. أنا كده أدعي أنا كنت مقتنعة يا جماعة. دي كده في النار خلاص دول مقلوب حد صعب كده. لسه في حاجه؟ لسه في حاجه. ليه؟ لان في توكسنز بتبقى ستيبل اللي بتبقى انفايرمنت ستيبل حته صعبه يعني بتدمر. ففي ازمه في المشكله كلها في الميكروتوكسين ان احنا بناكل سم، بناكل كائنات بس. والمشكله كمان ان انا مش
عارفه احد الموضوع ده من الحاجات اللي عندي في البيت، يعني رز اصل ايه شويه ورز ومكرونات والحاجات اللي اشتريها خلاص ريت اشتريتها، فمش هعمل اي حاجه خالص. الازمه من الاول زي ما الدكتور قال قبل كده ان احنا نعمل بريفنتيشن من الاول، هنمنع اصلا من يبقى في اول حاجه ازاي ان انا اعمل بريفنشن اصلا من الحقن. نسمع يا جماعه زميلتنا بتتكلم على الحلول المقترحه. اول حاجه المفروض اعمل بريفنشن للفنجل انفكشن من اول ما النبات يكون في الحقن. ازاي ان انا ممكن اعمل من خلال الهندسه الوراثيه، ممكن اعمل من خلال الهندسه الوراثيه الكائنات تكون ريزيستنت للفنجل انفكشن. ده الحل المقترح. الحلول المقترحة تانية ان انا ممكن اقلل الميتشر كونتنت بعد الاثر الهربس، ممكن استخدم فونجيسايد وانسكتسايد استخدمها اثناء العملية عم احفظ الباك جرين بكميات كبيرة. تاني حاجة السكندري بريفنشن بقى لو حصل عندي الانفكشن اعمل ايه؟ المفروض اعمل ريدراي للجرين. تاني حاجه ان ممكن اشيل لو في كونتامينيشن اشيل الجرين اللي فيها كونتامينيشن. طب نفترض يا اولاد ان جالنا انفكشن كبير جدا في قمح ولا غيره بكميه كبيره جدا من الفانجي، ايه الحل ان انا اعمله؟ ارميه ولا اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنعدمه لو مش هناكله، لكن في عندنا حل تاني. لا قلنا حاجه كده في الكورس النظري، قلنا ان احنا ممكن نستخدمه في الديستليشن اوف الكحول، ممكن نصلح ونطلع منه الكحول ونستخلص الكحول دوت ونستخدمه في اغراض صناعيه، مش هيبقى وهيبقى بيور حتى على الاقل، يعني ممكن استخدمه في ان انا اعمل فيرمنتيشن واطلع منه الكحول، لكن ما ارميش كل الكميه دي اللي عندي. بروبيونيك ده حاجه ممكن استخدم بايولوجيكال تريتمنت عن طريق ان في ماده مستخرجه من البصل اسمها الالسين، وهي بتكون انتي مايكروبيال السين. تمام يا بنتي تمام.